في أول لقاء يجمعهما في القصر الرئاسي بمدينة سوتشي، سمو الأمير يبحث مع بوتين الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وبوتين يثمن فرصة اللقاء بسمو الأمير لبحث الأوضاع المعقدة بالمنطقة. الكويت وروسيا توقعان على اتفاقات وتفاهمات تشمل المجالات النفطية والعسكرية والاستثمار والدبلوماسية والنقل والثقافة. موسكو تؤكد قرب انعقاد فيينا 2 للتفاهم على قائمة المنظمات الإرهابية، وداعش يقصف دمشق واللاذقية بالصواريخ ويخسر معركة مطار كويرس.